ثلاثة أعوام انقضت من عمر ما زال في بدايته لم يكن سهلا طريقنا ولم يخلو من خسائر أدمت قلوبنا مرات عديدة لكنه كان طريقا عرفنا مآلاته من بدايته الشيقة أن تكون حاضرا بشكل فوري في قلب الحدث وأن تسعى لنقل الخبر بكافة حيثياته خيار ليس سهلا وسط تجاذبات الحرب وأمواج السياسة وتنور المؤامرات والدسائس تدخل قناة بلقيس عامها الرابع كحلم انبعث من قلب ثورة فبراير وتضحياتها لتنحاز بكل ضميرها وطاقمها الشاب للطريق الذي شقه شهداء الثورة والحرية بدمائهم الزكية قناة بلقيس ليست مجرد وسيلة إعلامية بقدر ما هي أداة للدفاع عن حق, عن حق اليمنيين في الحياة والحرية بكافة أشكالها لا تقف على المسافة ذاتها بين الضحية والجلاد وبين الدولة والميليشيا، بل هي منحازة لفكرة الدولة، باعتبارها الملاذ الوحيد وطوق النجاة لتجاوز وهم ما قبل الدولة. اليوم ونحن نشعل شمعتنا الرابعة، لم نقرر أن نكتفي بلعن الظلام، بل ننشد بقلوبنا: يا فجر ما أجملك. ندرك معنى وأهمية أصواتنا، وهي تعلي أصوات الضحايا والمختطفين والمظلومين. وكل من سلبتهم الميليشيا الحوثي حياتهم ومستقبل اسرهم، واولئك القادعين في سجون التحالف دون ذنب سوى انحيازهم ليمنيتهم على حساب المشاريع الطارئه. ان نقف الى جانب الناس فذلك مبعث للفخر، وان تحسب على الشارع فذلك بمثابه وسام شرف نعتز به. لم تكن قناه بلقيس يوما قناه للنخبه او مصدرا للتربح والمكايدة السياسيه. وليست بوقا يمكن تسخيره لصالح أي طرف هنا يكمن سر قوة القناة في انتمائها لفكرة اليمن الكبير يمن سبتمبر وأكتوبر وفبراير يمن العدالة والمواطنة والمساواة واحترام الحقوق والحريات هذه القناة وجدت من أجل الناس وستستمر كذلك لأنها تؤمن أن سر تميزها هو في رضا جمهورها على اختلاف انتماءاته وستبقى برامجها وتغطياتها الإخبارية مكرسة لخدمة الإنسان اليمني ونقل معاناته إلى العالم حين تسكن اليمن قلبك لا يمكن إلا أن تعيشها أينما كنت واليوم وإن كنا مهجرين في منافينا ما زالت أرواحنا وأفئدتنا هناك في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب ولحج وأبين وصعدة والجوف وإب الحديدة والضالع وريمة والمهرة والمحويت وحجه وسقطرى وفي كل شبر من بلادنا الحبيبه سنعود سنعود يوما ما ونعمل من داخل البلاد فالظلام لا بد ان يتبعه الفجر ونحن واياكم على موعد مع الصبح اليس الصبح بقريب لبلقيس وهي تسافر في تفاصيل ايامهم صدى افراحهم واوجاعهم لانها بلقيس صوت اليمنيين لم يعد هذا الاسم يحمل عراقة التسمية فحسب، بل صار رمزا يحمل هم الناس كل الناس. ثلاثة أعوام من الجهد الإعلامي الشاق والمثمر هو عمر قناة بلقيس منذ انطلاقتها رسميا في الحادي عشر من مايو من العام 2015 لتحتل صدارة الإعلام اليمني كأول قناة إخبارية. ثلاثة أعوام وهي تمضي ملتزمة بخط تحريري اتسم بالشفافية والمصداقية. أصرت على البقاء بجانب الإنسان وما يحيط به، رغم محاولات ثنيها وإخماد صوتها ترغيبًا وترهيبًا. كانت فضاءً متسعًا لكل الأصوات المختلفة والمتباينة. تميزت بجرأة الطرح ومهنية الأداء، وقدمت مضمونًا يحترم عقل جمهورها ومشاهديها. منذ أن اتخذت من صوت اليمنيين شعاراً لها صارت جزءاً من يومياتهم إذ كان سقفها الإنسان وحدودها مبادئه وقيمه وبناء على ذلك اختارت مواضيعها التي كانت شائكة ومعقدة ومحاطة بكثير من الخطوط الحمراء أفضل وأقوى ما في قناة بلقيس هو السقف المرتفع للحريات لطرح مواضيع كانت خطوط حمراء لدى المشاهد واليمني أو الإقليمي هذه بلقيس. أو هكذا أريد لها أن تكون. صوت حر سقفه الحقيقة وهدفه الإنسان. تنقلت بين القضايا الإنسانية وأزعجت الكثير. عاشت ظروف الحرب في كل مناطق اليمن ورصدت أوجاع اليمنيين دمارا وحصارا وأوبئة ومعاناة. نقلت ووثقت كل الأحداث خارج اليمن. عاشت مع الطلاب ومعاناتهم، والعالقين وصعوباتهم، واللاجئين واوضاعهم في كل البلدان. بالقيس التي انطلقت في الحادي عشر من فبراير من العام 2015 قبل ان تدشن مرحله جديده من البث بتغطيه كامله على مدى 24 ساعه مطلع العام 2017 باخبار على راس الساعه وخارطه برامجيه مباشره ومسجله. توسعت القناة وصار لها إذاعة وموقع إلكتروني شامل ومنصة إلكترونية باللغة الإنجليزية تعنى بنقل الانتهاكات للعالم بالقيس التي جاءت في ظرف عصيب شهده البلد إبان انقلاب ميليشي الحوثي وصالح على الدولة أخذت قرارها بدون تردد بخوض معركة استعادة الدولة عملت في ظروف بالغة التعقيد وقدمت الشهداء في سبيل الحقيقة أغلقت ميليشيات الحوثي مكتبها في صنعاء نهبته وقامت بتدميره فلم يثنها كل ذلك عن الاستمرار في العهد الذي قطعته فقررت العمل واطلاق البث من خارج البلد كان مجيء بالقيس خطوة مهمه لكسر العزله التي فرضتها ميليشيات الحوثي على اليمنيين وكان عليها ان تتجاوز العمل من خارج خارطه الاحداث والجمهور معا عبر شبكه واسعه من المراسلين بلقيس التي ولدت من رحم الثورة، وكان حضورها امتداداً لإرادة فبراير، تخوض اليوم معركتها من أجل استعادة الدولة. ثلاثة أعوام انقضت من عمر ما زال في بداياته، فهل بدت بلقيس أقوى وأوسع؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه الخاصه من المساء اليمني كما ارحب بضيفنا الذي ينضم الينا الان استاذ احمد الزرقه مدير عام قناه بلقيس اهلا بكم استاذ احمد اهلا وسهلا وسهلا حياكم اذا استاذ احمد تهنئه خاصه من المساء اليمني لاداره القناه هنا ولكل طاقمنا الموجود في الميدان ايضا استاذ احمد اهلا بك مره اخرى وثلاث سنوات من عمر بلقيس اين انتم الان؟ بداية نهنئ جميع الزملاء العاملين في الميدان أولا الذين هم رئتنا التي نتنفس من خلالها أيضا نترحم على شهدائنا الذين سقطوا في الميدان الذين خسرناهم وكأننا خسرنا يعني أحد أفراد أسرتنا التهنئة أيضا لجميع الزملاء العاملين هنا وخلف الكاميرات وفي مختلف البرامج اليوم بعد ثلاث سنوات نعتقد اننا ما زلنا في البدايه ما زالت الخطوات ما زلنا نتلمس طريقنا ايضا نحاول ان نبقى في الصداره نحاول ايضا ان نقدم رساله يحترمنا الجميع من خلالها نحاول ان ننحاز نحن منحازون خلال ثلاث سنوات ظهرنا منحازين جدا منحازون لفكره الدوله لا. بمفهومها منحازون للشرعيه باعتبارها الملاذ الاخير للدولة اليمنية لسنا منحازين للأشخاص ربما نحن كنا ألقناها الأكثر نقدا للشرعية ولأدائها أيضا نحن منحازون لفكرة المواطنة المتساوية وقفنا موقف واضح جدا من قضية الميليشيا أو من انقلاب الذي قامت به الميليشيا وحلفائها لم نحاول في يوم من الأيام أن نجمل أي وجه قبيح أو أي فعل سلبي منذ اليوم الاول كنا مع الناس وقريبين من الناس ما زلنا نتذكر عندما بدات عمليه التحالف كان هناك اخطاء رافقتها في البدايه كان هناك قصف الاحياء وقفنا منذ اول يوم نقول انه لا يجب قصف المدنيين لا يجب ان يتحول اليمنيين الى دروع بشريه وكان هذا هو موقفنا قبل ان يتحدث الجميع عن تحولات رافقت عدد من او الازمه الخليجيه التي شهدتها اليمن وبالتالي حاولنا ان نكون قريبين من الناس ومع الناس وهذه الشهاده او هذا شيء نعتز به اننا كنا مع الناس لا يهمنا اين هم الناس لكن يهمنا ايضا ما الذي يعانوه الناس منذ اللحظه الاولى ونحن نقف مع المختطفين والمخفيين قسريا. رافقنا جميع إفعاليات الاحتجاجية لأمهات المختطفين للمعتقلين لموظفي الدولة للمحرومين من مرتباتهم للسجناء نذكر أنا أتذكر ما زلنا في 2015 عندما تحدثنا عن التحولات التي طرات على موقف الحكومه العلاقات بين الامارات تحديدا وحكومة اليمنيه وكنا اول قناه تطرقت لوجود سجون سريه وفي سجن المنصوره وسجن بير احمد وغطينا الاحتجاجات التي كانت يعني تخرج بعض الاسر وكانت تقمع وكنا نغطيها قبل ان يتحدث الجميع عنها اتذكر الى الان ما زلنا هيومن رايتس نقلت العديد من تقاريرنا والعديد من اكثر من 15 ماده خبريه وتقرير وحلقه من برامج المساء اليمني وزوايا الحدث استخدمتها منظمه يوم الرئيس والعفو الدوليه كاحد الادبيات او لاحد الدلالات على وجود انتهاكات وبالتالي ثلاث سنوات نحن نقول اننا حاولنا فيها ان نكسر الجمود الحاصل في الساحه الاعلاميه تعرضنا للكثير من الاذى الكثير من المضايقات نحن بجميع طاقم القناه بالتاكيد <applause> يعانوا يعانوا من من تبعات وجودهم خارج اليمن من تبعات بعدنا عن اهلنا واسرنا نحن بحكم المنفيين لكن هذا لا يعني ان نقف وان نلعن الظلام بقدر ما نتحرك ونحاول ان نحرك المياه الراكده التي اصابت العمل الحريات العامه بشكل عام في اليمن. لا. طيب استاذ احمد يعني خلال هذه الفتره بطولها ما الذي كنت تريد ان يتحقق في قناه بلقيس على مستوى الأداء على مستوى الإمكانات على مستوى الوصول ولم يتحقق إلى الآن بالتأكيد ما زال الكثير هناك من الأشياء التي لم تتحقق الإعلام كما هو معروف الإعلام هو استثمار استثمار كبير جدا وهو متعلق بمدى توفر الإمكانات المادية وأيضا مناخات الحريه يعني ربما وجود الانقلاب وسيطرته على مساحات واسعه من اليمن ومنع قناه بالقسم من التواجد فيها ايضا الصعوبات الميدانيه في المناطق المحرره وعدم الاستقرار الامني وبعدنا ايضا عن الداخل اليمني بشكل واضح اقصد اقصد بالبعد اداره القناه او طاقم القناه او عمل القناه خارج اليمن هذه كلها اثر بشكل, أثر بشكل, كبير. بشكل كبير جدا نحن ندرك اننا مقصرون بشكل كبير جدا في العمل الميداني في والقضايا الميدانيه لكن نحن محكومون بالضروره، محكومون بالعوامل الامنيه، محكومون بالعوامل المتعلقه بـ 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 بالانتاج يعني نعم الكهرباء، آه النت في الداخل يعني في الداخل بالتاكيد، لكن نحن مثلا نحن موجودون في اكثر من 17 محافظه وهذا رقم كبير جدا، لدينا طاقم اكثر من 35 طاقم يعني عدد طاقمنا في في اليمن، لدينا عدد كبير من المتعاونين وهذه آه اذا نعم استاذ احمد يعني بطبيعه الحال بد ان يكون هناك راي اخر عما يعني نريده او عما يظهر بالفعل يعني هناك اصوات اما غاضبه او منزعجه او عاتبه، دعنا نستمع بعض العتب ونعود. اذا مشاهدينا الكرام نتابع واياكم هذا الاستطلاع الذي يحمل نماذج من الانتقادات التي وجهت للقناه ثم نعود لمناقشتها. مع انه ملاحظ على القناه في الايام الاخيره بانها اتجهت للخطاب السياسي اكثر من الخطاب المتعلق بالقضايا العامه للمواطن اليمني والحاضر نتمنى نتمنى أن, ان تعود لسابق اطلاقتها بعيدا عن تسييس المرحله الراهنه بعيدا عن المحاوله لانه لانه, لأنه صراحه انا من المعجبين بهذه القناه ولكن عندما تدق في الشرعيه وفي التحالف هذا الموضوع انا لا افهمه كمواطن كمقاوم للانقلاب وانا اعتقد انه كل القائمه على القناه انه مقاومه للانقلاب و ولذلك ولذلك اتمنى انه انه يعودوا لمناقشه القضايا بجديه بعقلانيه بموضوعها كذلك موضوعيه كذلك فالقناه في اولا اولا وقبل كل شيء هي قناه تعبر عن قطاع واسع من ابناء الشعب اليمني وانحرافها عن او مسايرتها لبعض الاجنده امر غير مستحب من وجهه نظري كمتابع وكمواطن يمني. القناه قناه بلقيس حقيقه انا من المتابعين لها أه، تؤدي برامج هادله أه، فلكن يفترض ان لا تسيس اكثر. نحن بحاجه الى تبصير وتنوير المجتمع وتوعيته في الحفاظ على الامن والاستقرار في دمجه في التنميه وهذا عامل مهم جدا اذا الاستاذ احمد نعم تعليقك على يعني الرايين الذي استمعنا لهم يعني والفكره تدور حول تسييس القناه طبعا نعتز بكل الاراء ونعتقد انه آه اذا لم يقول الناس ملاحظاتهم فمعناه انك غير موجود هذا دليل على اننا وصلنا واننا موجودين وهذه وجهه نظر بالنسبه للسياسه يعني في الظرف الراهن القناه هي قناه اخباريه متخصصه في الشان اليمني وليست قناه منوعة وبالتالي الحديث عن التسييس او السياسه يعني استغراقها في السياسه هو جزء طبيعي لكن انا سمعت المتحدث الاول يتحدث عن ان القناه تغيرت سياستها ويقول انه غير ربما هناك أشياء من المعممات، هناك من يقول أن القناة تحولت أو تأثرت بالأزمة الخليجية، نحن نقول لم نتأثر بالأزمة الخليجية، نحن أعلم على موقفنا، الخطاب ما زال كما هو، لكن ربما حصلت تباينات أكبر، نعم. خلال العامين الأخيرين أو خلال العام الأخير حصلت تباينات كبيرة جدا تماما على الحكومة اليمنية من ممارسة مهامها، ظهرت سجون أكثر، ظهرت حقائق، ظهرت تقارير تغيرت الأجندة يعني لا ها. يمكن لا يمكن لنا كقناة إخبارية أن نغفل هذه الجوانب ولا يمكن أيضا أن نقول أنه لا توجد اختلالات ولا توجد أيضا مشاكل بين الحكومة الشرعية وبين التحالف وبين الإمارات وبالتالي نحن ننقل الواقع. ولا نبني الاخبار نحن، مهمه الاعلام هي النقل ما يدور في الواقع ونحن نحاول ان ننقل ما يدور في الواقع، لكن فيما يتعلق بالجانب انه نحن مركزون على الجانب السياسي هناك مساله تتعلق بطبيعه الاداء، المرحله تعطلت فيها التنميه، تعطلت فيها المناشط الثقافيه ولم يتبقى سوى الحرب وأخبار الحرب وأخبار الصراعات وأخبار النزاعات وبالتالي أنت مجبر على أن تغطي هذه الزوايا عندما تكون هناك أخبار نكون سعادة جدا عندما تكون هناك أخبار إيجابية أن نجعلها تتصدر حتى نشرات الأخبار لكن ما يحدث أنه لم يعد هناك شيء إيجابي. يعني حتى بعض بعض الاخبار التي تاتي من من محاوله ما من محافظه مارب نحاول ان نتعامل معها ب من الجانب الايجابي لانه نظرا لان هناك مشكله حقيقيه فيما يدور في اليمن لم يعد هناك شيء ايجابي يدور وللاسف آه الاعلام ليس عليه ان يجمل القناه تعكس مع مع ما يحدث على يدور اشكرك اذا جزيل الشكر استاذ احمد الزرقا مدير عام قناه بلقيس كنت معنا في هذه الحلقه الخاصه من المساء اليمني بلقيس في عيون الناس نشاهدها من خلال هذا الاستطلاع الذي يشمل طائفة من تصريحات نخبة المجتمع لا أقول المحلي ولا أقول أيضا الإقليمي بل أقول حتى العالمية أضافت أفضل وأقوى ما في قناة بلقيس هو السقف المرتفع للحريات لطرح مواضيع كانت خطوط حمراء لدى المشاهد سواء اليمني أو الإقليمي قناه نبارك خطواتها ونتمنى في المستقبل ان تنطلق هذه القناه نحو مزيد من التالق ومزيد من العالميه وايضا اكرر هنا ما يميز قناه بلقيس انها قناه تهتم بحقوق بحقوق الانسان بحقوق المراه بحقوق الطفل وايضا تهتم بالقضايا اليمنيه التي سكت كثير من الاعلام ان يتكلم عليها وخاصه ما يجري من احداث والعلاقة الشائكة بين الرئاسة اليمنية والتحالف نقول في الذكرى الثالثة انطلاقة قناة بلقيس الفضائية فعلا جاءت قناة بلقيس كذافة نوعية للإعلام اليمني تميزت بكثير من الأخبار بكثير من التغطيات انتشر مراسلوها في كل المحافظات ربما خلافا على بقيه القنوات الفضائيه ننتظر من بلقيس ان تقدم مزيدا ايضا من البرامج الهامه خاصه وان برامجها المباشره متميزه في نقل الحوار وفي اخذ الاراء من جميع الاطراف لم تقتصر قناه بلقيس على اتجاه معين بل كانت منفتحه على الجميع ربما هي محسوبه على المعارضه لكنها اكثر قناه تنتقد اداء المعارضين وقيادات المعارضه من خلال ادائها اليومي وبالتالي ننتظر منها مزيدا من الشفافيه، مزيدا من البرامج المباشره، مزيدا من الحوارات الهامه التي تضفي للخارطه الاعلاميه فكرا راقيا واختلاف للراي واتفاق مع الراي الاخر وبالتالي نشكر قناه بلقيس لهذا المجهود العظيم، نشكر كل الكادر الاداري والكادر الاعلامي لهذه القناه المتميزه خاصه وان مراسلوها يتميزون بايجابيه في كل التغطيات الهامه في هذه البلد. قدمت قناه بلقيس اداء اعلاميا يتسم بالاحترافيه من خلال كادر محترف ومتمكن وشبكه مراسلين واسعه وخلال فتره قياسيه تصدرت القنوات المحليه ما يتعلق بالسياسه الاعلاميه لي قناه بلقيس فقد اتسمت ايضا المهنيه وتماهت تماما مع المشروع اليمني مشروع الدوله الوطنيه وكانت صوت المواطن الحالم والباحث عن بلد تسوده قيم الحريه والعداله والمساواه والعيش الكريم قناه بلقيس تحتفل بالانطلاقه الثالثه لوجودها على الساحه الاعلاميه نحن نهني هذه القناه التي كانت رافدا ممتازا للساحة الإعلامية في بلادنا قدمت الكثير لدعم المقاومة في محافظة تعز وكانت حاضرة على الجبهات وحاضرة في الساحة وفي الشارع قدمت التقارير بما يتصل بمعاناة تعز وما تحتاجه محافظة تعز نحن نتمنى أن تكون كل القنوات واخذة الفترة القادمة بشكل موضوعي لما يتصل بما تحتاجه محافظة تعز داعمة للخطوات التي تتم اليوم في محافظة تعز من قبل الأخ المحافظ والسلطة المحلية نحن نتمنى التوفيق لقناة بلقيس ونحن نعتقد أنها عندها من الكادر القادر على جعلها أجعلها قناة رائدة في الساحة الإعلامية اليمنية قناة بلقيس إضافة نوعية ومتميزة للإعلام اليمني أظهرت الإعلام اليمني كإعلام متميز وإعلام نوعي أضافت الخارطة الإعلامية العديد من من التميز ومن الابداع ومن التالق ما يزيدنا اعجابا بهذه القناه انها لا تقف عند حد عند مستوى معين لكن نلاحظ التطور وبشكل متسارع بشكل كبير جدا نتمنى لهذه القناه المزيد من التقدم والتفوق والتميز خلال المرحله القادمه نثق انها ستكون مع تطلعات الشباب ومع ابراز ابداعاتهم وقدراتهم نشكر كل القائمين على قناه بلقيس مراسل بلقيس هذا الاسم يعد مجرد جملة من كلمتين هو قصة كفاح وتضحية تم تعميدها بتلك الأرواح التي صعدت إلى بارئها من أجل الحرية وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الإعلام من الميدان يكافحون لأجل تغطية الأحداث ونقل الخبر وصورة للمشاهد منهم من لفظ أنفاسه في ميدان الكلمة والصورة كشهيد عبد الله قابل وشهيد محمد القدسي وشهيد عبد الله القادري ومنهم من نجا من الموت بأعجوبة ومنهم من لا تزال جراحه غائرة هم جنود بلقيس على الأرض جنود معرفة الحقيقة يكابدون المشقات لكي يثبتوا ويبثوا الصورة ويسعون خلف المعلومة في مرحلة يشهد فيها الرأي العام أسوأ حملة تضليلية داخلية وخارجية حضرت بلقيس وحضر مراسلوها فحضرت المعلومة والحقيقة ما ينقله لنا المراسل هو خلاصه عمل جماعي بين من يقف خلف الكاميرا ومن يقف خلف المونتاج، ومن يبحث عن المعلومه ويقطع المسافات لاجل تغطيه الاحداث كتعبير عن قيمه الانتماء الى قناه شعارها صوت اليمنيين. سنتعرف مشاهدينا واياكم على هذه القصه اكثر في الذكرى الثالثه لانطلاق القناه مع هذا التقرير. قبل ان ينقلوا الحقيقه للناس. ولهذا السبب قدمت قناه بلقيس طابور شهداء الحقيقه وكان هذا العام هو عام الحزن بامتياز وسيمضي 2018 تحت هذا العنوان الى نهايته حيث تخسر فيه بلقيس اثنين من فريقها الميداني وتلك حصيله بلغت خلال ثلاث سنوات ثلاثه صحفيين استشهدوا بهجمات ارهابيه لميليشيا الحوثي وقصف طائرات التحالف. عبد الله القادري ومحمد القدسي وعبد الله قابل ولأن بلقيس حرصت منذ انطلاقتها على تعزيز خدمتها للمشاهد وتغذيته بالمعلومة مباشرة وهكذا كان لها شبكة من المراسلين وطابور طويل من المصورين في مختلف المدن والمحافظات توليفة من الزميلات والزملاء خلقوا مهنيا تحت القصف وغصة البارود نجونا في من القناص عملوا في أسوأ بيئة صحفية ثمة خبر محزن ينتظرهم دوما بينما يظلون مسكونين بغريزة المهنة ليس إلا ومتمردون على قواعد الإعلام التقليدي قناة بلقيس من محافظة أرخبيل بدأت ميليشيات الحوثي تطلب ب الصحافة هي حاجتهم ليكونوا شهودا لا شهداء على ما تفعله الحرب باليمن ومع هذا رحل فرسان العدسه والكلمه ممن يؤمنون برسالتهم ليكونوا جميعهم وثيقه تأريخيه على الانقلاب وحرب الميليشيات. لا يروق لهذه الميليشيات اذا اي صوت من خارجها، فلذلك عواقب ومخاطر عديده يتعرض لها المراسلون، ليبقى بين الصحافه والميليشيات دوما ما هو بين الضحيه والقاتل. إنه عقاب جماعي ترفده ماكنة جماعة الحوثي الإنقلابية والمتحاربين بالمزيد من الضحايا تحل الذكرى السنوية لانطلاقة قناة بلقيس وسط حزن عميق باحتفائية ناقصة جاءت الذكرى الثالثة محملة بالكثير من الغائبين هذا العام والذي كرسته الجماعة بهذه الدعاية ومن فئة الإعلاميين اكثر خطرا على هذا البلد لم يسمع الصحفيون اليمنيون من قبل مثل هذا التهديد والوعيد الا في زمن الميليشيات يفاخر فيه زعيمها لكن كيف تحدث نتائجه هكذا؟ هذه المشاهد تقدم لكم انعكاسات حفلات اطلاله التحريض وكيف تحول حياه الصحفيين الى جنائز دعك من الاعتقالات إذن والإخفاء القسر والتعذيب هذه من جملة الإجراءات غير الإنسانية في زمن الإنقلاب حيث أرست الميليشيات بحربها ضد الصحفيين أجواء مروعة على البيئة الصحفية في اليمن كان لبلقيس نصيبها الوافر في عام الحصاد المر اقتلوهم إذا قبل أن ينقلوا الحقيقة للناس اقتلوا الحقيقة مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه الخاصه من المساء اليمني كما ارحب بضيفنا هنا في الاستوديو دير المراسلين استاذ وليد البوكس اهلا بك استاذ وليد اهلا وسهلا بكم جميع المشاهدين حياكم الله اذا ايضا نرحب بمن ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه مراسلين ادم الحسامي حمزه امين وكذلك خليل الطويل اهلا بكم جميعا مساء الخير مساء الخير إذا أبدأ معك وليد، عام جديد في قناة بلقيس، ما هي أبرز النقاط التي يمكن أن يعني تعطينا إياها في بداية أو في هذه الحلقة حول تجربتك مع المراسلين كمدير، كمتابع، كزميل، حدثنا؟ بالطبع وجيه قناة بلقيس هي في الواجهة خلال الثلاث سنوات الفائتة. دفعت قناة بلقيس فاتورة باهظة خلال السنة السنوات الثلاثة الفائتة عمل المراسلين شاق وشاق جدا ومرهق أيضا في ظل طبعا الظروف القائمة في البلد التي لا تخفى على أحد الحرب الصراعات في مناطق التوتر وحتى في المناطق المحرره والمناطق الامنه التي تبعد عن الصراع ايضا هناك ايضا تكون ميليشيات الدوله غائبه وهذه البيئه بشكل عام او كما تحددها الان بعض المنظمات الدوليه المهتمه في الشان الاعلامي بالذات في مناطق النزاع ومنها اليمن تحدد بان اليمن هي البيئه الخطره جدا جدا على حياه الصحفيين وبالتالي هناك صحفيين ايضا زملاء انا استشهدوا في الميدان هناك ايضا جرحى لا يزال من ضمنهم طبعا ايضا الزميل خليل مراسلنا في مارب هناك ايضا الزميل فواز هو ايضا على وشك خلال اليومين القادمين بالسفر لتلقي العلاج بعد اكثر من 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 اصابه واستهداف الذي طبعا استشهد بجواره الزميل محمد القدسي، اذا اجملنا بشكل عام بيئه العمل الصحفي والاعلامي بشكل عام ليس على فقط على مراسلو بلقيس او طواقم بلقيس ومصوروها ومصادرها، بشكل عام على الصحفي اليمني، ولكن بلقيس لانها في الواجهه وتتصدر وتتقدم وايضا هو بشكل أن نحن لا نطلب من الزملاء ان. يتصدروا. او يصلوا حتى الخطوه الاماميه ولكن بقدر الامكان هم يحاولوا ان ينقلوا الحقيقه كما هي والمعلومه والصوره. صحيح اذا. نعم. يعني نستضيفهم نعم. معنا ونبدا مع نعم. ادم الحسامي من عدن مساء الخير ادم اهلا وسهلا ادم مساء الخير اسيا ووجيه وايضا وليد البوكس الزملاء الاعزاء وجميع الزملاء والطاقم في القناه وفي قسم الاخبار وفي التحرير والاداريين وجميع المراسلين اوجه لهم تحيه بمناسبة ذكرى الذكرى الثالثة لانطلاقة نعم. القناة وهي أيضاً لك مشاهدي قناة بلقيس نعم. لهم تحية. آه نعم. شيء في الذكرى الثالثة آدم يعني حين نستحضر اسم بلقيس ما الذي يمكن أن تجود به ذاكرتك وأنت آه تتع... يعني آه تذكر هذا الاسم؟ آه تجربتي في آه كمراسل ميداني لقناة بلقيس وفي محافظة عدن و عاصمة مؤقتة، في بالي الكثير من التفاصيل، الكثير من الناس العاديين والضحايا وقصص النجاح وهناك دائما القصة بين المأساة وبين الأمل وبين قصص النجاح وبين خصوصا في فترة حرب وما وما بعد الحرب هناك دائما الأمل المنبثق من الألم كثير من شهدت الكثير من عمليات التفجير في العاصمه المؤقته، الكثير من الضحايا، قبل ذلك كنت بدات عملي بعد انتهاء الحرب مباشره في عدن، ووثقت مع الزملاء هنا في عدن، وثقنا الكثير من ضحايا حرب ميليشيات الحوثي والمخلوع على عدن، الكثير من شهود العيان لحرب ظالمه كلفت الانسان الكثير عدن انتهت فيها الحرب واستمرت الحرب في محافظات اخرى لكنها لم تكن بحال يعني مثالي كما كما كان مامولا هناك انطلقت حرب اخرى وهي حرب الارهاب وحرب افشال عدن كعاصمه مؤقته هذه الحرب ايضا طالت الكثير من الابرياء من المدنيين ايضا من رجال الدوله، من رجال الامن، من الجنود على النقاط كثير من الجنود في الشوارع كانوا عرضه لهذه الهجمات هذه الشوارع في جوله كالتكس التي نمر منها يوميا تعرضت نستطيع القول العشرات الهجمات وانا وزملائي المصورين وثقنا لحظات مؤلمه لحظات لجنود لاهالي الضحايا وهم يبكون ذويهم ايضا وثقنا قصص نجاح والتحدي وعوده الدوله ثم انتكاستها وهذا هذه الدراما العدنيه التي ما زالت مستمره الى الان وما زالت التحديات قائمه وما زالت الجهود خصوصا لا نقول جهود الدوله فقط لانها غالبا ما تكون من وجهة نظري كصحفي نعم. عرضة للنقد ولتبين أوجه القصور لكن ما أثر في أبلغ تأثير هو هذا المجتمع نعم. ورغبته في الحياة وفي العودة بعد الحرب مباشرة كانت الرغبة في الحياة كبيرة وثقنا عودة الأعراس عودة الأنشطة الثقافية والفنية نعم وهذه عن ذلك كانت من اللحظات التي تعطيني نعم. نعم آدم قبل أن نكمل هذه نعم النقطة بالحديث عن يعني الأوضاع في عدن المحررة دعنا نذهب إلى حمزة حمزة من تعز تحدثنا دوما تقاريرك هناك حرب في تعز تعز ليست محررة بشكل كامل هل يختلف الوضع في داخل المدينة؟ كيف تعيش أوضاع ما يجري هناك؟ ما أبرز؟ النقاط التي يمكن أن تنقلها إلينا في هذه الذكرى الثالثة نعم وجيه في البداية تحياتي لك وللزميلة آسيا وللأستاذ وليد البوكس ولجميع وكافة طاقم قناة بلقيس في الاستوديو وأيضا في الميدان ونبارك لهم هذه الانطلاقة انطلاقة الذكرى الثالثة لانطلاقة القناة بالطبع زميلي وجيه لا زالت مدينة تعز تعيش تفاصيل حرب موجعة من قبل الميليشيات الانقلابية التي تقوم بارتكاب المجازر اليومية وأيضا استهداف المواطنين والأبرياء وأيضا زراعة الألغام في المدينة وأيضا في ريف المدينة هناك نحن لازلنا نتواجد في الميدان نواكب هذه الأحداث كلها نقوم ب رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية بحق المدنيين ابتداء من المجازر المتكررة من وقت إلى آخر أيضا من الألغام التي تقوم بزراعتها والتي يروح ضحاياها الكثير من المدنيين والتي تقوم بزراعتها وسط الأحياء السكنية والمناطق الاهله بالسكان ايضا لازلنا في الميدان نقوم بمواكبه انتصارات والتقدمات التي تحققها قوات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال مع حرصنا الدائم على ادوات السلامه المهنيه التي قد تقينا اي مخاطر قد نقع فيها جراء الاستهداف المباشر من قبل هذه الجماعات التي اتخذت استهداف الصحفيين و الشهود الحقيقه منهجا لها وتقوم باستهدافهم بشكل مباشر طيله هذه الثلاث السنوات ونحن نقوم بمواكبه وتغطيه الاحداث ومتابعتها لاننا حرصنا كما هو شعار القناه وسياستها دوما ان نكون صوت اليمنيين والصوت الذي يعمل على تغطيه الاحداث ومواكبتها اولا باول. يعني دعنا ننتقل الى خليل هي تجربة الطويل تجربه صعبه بتاكيد صحيح. نقل الحرب وهي مساله مهمه مساله السلام الامنيه وارتداء السلام الامنيه سنسال وليد عن ذلك لكن قبل ذلك نذهب الى خليل نعم لا. خليل الطويل مراسلنا من مأرب مساء الخير وكل عام وانت بخير ونود ان تحدثنا عن تجربتك في منطقه تعد مدينه هي الانموذج تقريبا من المدن المحرره في عام بلقيس الثالث ما الذي تحدثنا مساء الخير آسيا والزملاء ومدير المراسلين الأستاذ وليد البوكس وأيضا عائلة قناة بلقيس بشكل عام يمكن الحديث في هذه المناسبة بأن بلقيس حاضرة في مأرب النموذج في مأرب ربما هي المدينة الأكثر الآن تغيرا حيث تحضر الدولة ورسخ الأمن إلى حد ما حضرت قناة بلقيس وواكبت الأحداث منذ بدايتها منذ أن كانت المواجهات على أطراف مدينة مأرب ورافقت هذه الانتصارات للجيش الوطني إلى منطقة نهم وصرواح وأيضا البيضاء ومع ذلك أيضا نقلت التطورات الملحوظة في عمر هذه المدينة نقلة التنميه، التغيير الكبير الذي شهدته المدينه وتحولها حيث باتت الان اشبه بعاصمه عسكريه وسياسيه بعد ان كانت تعيش على هامش اهتمامات الحكومات المتعاقبه لنظام صالح، في هذا العام قناه بلقيس تحضر وتنقل ربما الصوره الاكثر الاكثر يعني وضوحا وتصدر مشهد مأرب في كل لحظه في كل في كل التغيرات الحاصله في هذه في عمر هذه المدينه هناك ايضا تحول كبير على مستوى الناس هنا وارائهم حول اداء القناه انقل لك بان ربما الراي السائد هنا بان بلقيس ولدت ناضجه ولديها طاقم شاب متحمس ومتوقد بالابداع والحيويه ولهذا نجحت بلقيس بالإضافة إلى المساحة نعم الحرية والسقف الذي حده السماء في التناول هناك في وهناك أيضا ربما تجربة كانت وقضايا للمراسلين جميعا لك أيضا كانت هناك تجربة نعم. نذكرها مع ما حدث يعني في مناطق المتقدمة ونقلك للصورة من هناك وفقدنا جميعا للزميل عبد الله القادر رحمة الله تخشاه هي لحظات صعبة إذا كيف تتعامل معها عندما تكون في الميدان خليل؟ باختصار اذا سمحت. نعم وجيه حين نخرج الى الميدان نحن نعلم بان هناك خطورات وبان اطراف الصراع سواء الميليشيا او الجيش الوطني ربما يرون بان الصحفي هو طرف اخر وليس هناك يعني من تهيئه لجو تهيئه وبيئه وخلق بيئه لعمل الصحفي نحن نخرج ونحن نتعامل بحذر ونعرف مدى الخطوره التي يعني تحدق بعمل الصحفي وخصوصا في الخطوط التي نتجاوزها احيانا وذلك نظرا لاهميه الحقيقه ونقل الخبر بالصوره والمعلومه هناك مشاهد يستحق منا ان ننقل له الحقيقه على طبيعتها وان ننقل له ايضا الصوره بكامل تفاصيلها. اشكرك اذا جزيل الشكر خليل اشكر كذلك ادم وحمزه امين على تواجدكم معنا اليوم في هذه الحلقه من الخاصه من المساء اليمني نعود الان اليك استاذ وليد. استاذ وليد يعني بطبيعه الحال نود ان نتعرف اكثر يعني ربما حدثنا الاستاذ احمد على عجاله عن خارطه المراسلين ولكن نود منك ان تحدثنا ايضا عن هذه الشبكه كيف تستطيع الحصول على المعلومه في ظل الظروف الصعبه سواء الحرب او ما يواجهونه من مصاعب. طبعا لمن لا يعلم بأننا نحن ايضا ننقل كما تعرفون ايضا انتم خلال 24 ساعه يعني في النشرات والمواجز التغطيه مستمره في هذه في في هذه الاثناء او في هذا التوقيت بالضبط ايضا يكون الزملاء في الميدان هم على اهب الاستعداد في اي لحظه وفي اي وقت هناك في غرفه الاخبار تواصل مستمر وديناميكي بين غرفه الاخبار والزملاء بشكل عام في اغلب المحافظات خصوصا المحافظات التي تجري فيها المعارك والقتال وهناك ايضا احيانا تاتي المعلومه من الميدان واحيانا تاتي المعلومه المراسل من غرفه الاخبار لانه ايضا في غرفه الاخبار لدينا مصادر بالضبط بالضبط, يعني بالضبط شيء معين او قصه معينه أو بالضبط فهي المساله ايضا ديناميكيه ومتبادله لكن ايضا تتم بشكل عاجل يعني عاده بحكم الزملاء ايضا كما شاهدتم ثلاث سنوات لديهم مصادر في الميدان لديهم ايضا تواصلاتهم لديهم ايضا قنواتهم المعينه وهذا ايضا سهل كثير على علينا في غرفه الاخبار وعلى الزملاء ايضا الطاقم بشكل عام حتى الواردية المتأخرة في في المساء في 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 الفجر هناك أيضا نوع من من المساحة التي أيضا تريح المنتج للأخبار أو الطاقم مثلا المسائي الذي يعمل على الانتاج النشرات الاخيره من الليل مثلا فاغلب بالضبط فاغلب يعني هل هناك احداث كثيره تحدث هناك اذا ما كان هناك حدث كيف هي استجابه من في الميدان في في تلك اللحظات، تحدث عن الفتره الليليه بطبيعه بالضبط وهي الفتره الليليه بالنسبه للمراسلين بالقصه لا تختلف كثيرا عن النهاريه، وهذا هو ايضا بجهد كبير يبذله وطاقه مضاعفه لكن هو من حس المسؤوليه والقضيه الذي يحملها المراسل والمصور فاعتقد انا يعني لا يمكن ان لم يفت خبر يبدو شاشة بلقيس حتى الآن خلال السنوات إلا القليل يعني من من إما أن تأتي من المراسل أو المصدر أو غرفة الأخبار نعم. وهذا أيضا بحد ذاته إنجاز كبير يحسب لشبكة المراسلين نعم, نعم. اذا استاذ وليد يعني خطتكم المستقبليه للمراسلين يعني خاصه انتم اعتمدتم نشره المراسلين في العام, العام الماضي. السابق نعم هل تنون توسيعه هذه الشبكه هو لا شك طبعا بحسب الكمية القائمة نحن نمتلك أيضا شبكة كبيرة نوعا ما مختلفة عن القنوات نظراء بالقيس والشبكة الأخرى في الميدان لدينا ايضا مراسلين ولدينا مصورين ايضا ولدينا متعاونين وبالتالي نحن ايضا نعوض عاده من المتعاونين للاماكن لل التي لا يتواجد فيها مراسلين بالضبط لكن لو لاحظتم ايضا نحن نتواجد في على سبيل المثال في الصبيحه في اقاصي شبوه في 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 القبيطه في مناطق لم تصلها بعض القنوات المحليه بالذات يعني وبالتالي ال ال الخطط القادمة هي تعتمد أيضا على التوسعة بشكل عام الاستراتيجية القائمة لكن نحن على مدار الـ الـ اليوم الأسبوع الشهر نبحث أيضا ونحاول نحاول أخذ المعلومة من المصادر أيضا هي مسألة مهمة أستاذ وليد يعني هناك ربما نقطة وإن نقطة أخيرة هل يعني مسألة السلام المهنية ربما هذا أمر يطول الحديث فيه لكن كان هناك شهيد من مراسلي القناه ومصوري القناه كيف كان الامر بالنسبه لك تعاملت به على مستوى حديث حول نقطة السلام المهنية أدوات السلامة وما شابه هذه نحن نأكد عليها دائما وأقولها دائما أيضا حتى للزملاء في غرفة الأخبار وهم يسمعوا هذا أيضا بشكل مني متواصل وأنا أنا باتصال دائم مع المراسلين شبه يعني على مدار الساعة أثناء تواجدي في غرفة الأخبار أؤكد عليهم أيضا الخطوط الأمامية حياة الصحفي وسلامته أهم من المعلومة أو أهم من الصورة هذه قاعدة صحفية معروفة ومؤكدة لدينا جميعا حياة الصحفي أهم وسلامته وأيضا توخي الحذر والحيطة لكن نحن أيضا نعمل وفق إرشادات معينة وفق مواثيق معينة الخطوط الأمامية مناطق التوترات لا يمكن أن تتوغلوا فيها أو تصلوا حتى الخطوط الأمامية ومع ذلك أغلب الزملاء الذي يتواجدوا أيضا في مناطق التوتر والنزاع والصراعات لديهم أدوات سلامة ولديهم إرشادات شكرا جزيلا لك يعني هو ربما يكون الحماس في كثير من الأحيان وإن كنتم كما يعني نعرف أنكم تواجهنا بشكل كبير لحفظ هذا الحماس هو المشاهد العرب. ايضا فعلاً. المشاهد ايضا يستحق يعني مشاهد. شكراً, شكرا جزيلا عليك. لك وليد شكرا لك مدير اداره المراسلين كنت معنا في هذه الحلقه الخاصه من مساله اليمنيه شكرا لك مشاهدينا الكرام ننتقل الان الى موجز قصير للاخبار مع الزميل شادي الاغبري ثم نعود لاستكمال التغطيه اليك شادي شكرا نذهب الى موجز قصير من قناه بلقيس قتل اربعه جنود من قوات الحزام الامني وجرح تسعة آخرون في مواجهات مسلحة مع عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في منطقة خبر المراقشة بمحافظة أبيان مصادر محلية قالت إن المواجهات اندلعت عقب حملة أمنية على عدد من قرى ووديان مديرية أحور قالت مصادر عسكريه ان قوات من لواء العمالقه تمكنت من التقدم في جبال كهبوب والسيطره على مواقع عده في اطراف محافظه لحج، واوضحت المصادر ان التقدم العسكري جاء بعد معارك هي الاعنف وفرار جماعي للميليشيا من المناطق المحيطه بالجبال، واشارت المصادر الى ان الجيش استطاع تحرير جبال حجبجه وقلع ونفيط. الى البيضاء حيث اعلن قائد عسكري في الجيش تحرير مواقع استراتيجيه جديده في المحافظه ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحه عن قائد اللواء 173 مشاه العميد صالح المنصوري قوله ان الجيش تمكن من تحرير جبل القرحه اضافه الى استكمال السيطره على ما تبقى من جيوب الميليشيا في جبل الظهر ومثلث مفرق اعشار. اتهمت الحكومة مجددا الإمارات العربية المتحدة بالاستيلاء على موانئ جزيرة سقطرة ومطارها ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي قوله إن تحرك الإماراتي كان لمصالح تجارية وأمنية متهما أبو ظبي بمحاولة استعمار اليمن وأشار المصدر الحكومي إلى أن اليمنيين سيقاتلون من أجل سيادتهم في سياق متصل وجه رئيس الحكومه احمد عبيد بن دغر باعداد دراسه وخطه مزمنه لانشاء مجمع حكومي في عاصمه محافظه ارخبيل سقطره وتاهيل كوادر القطاع الاداري كما وجه بن دغر باعداد خطه تنمويه شامله للقطاعات الحيويه والمرافق الخدميه في قطاعات الصحه والثروه السمكيه والتعليم والامن الموجز انتهى ونعود مجددا الى استوديو المساء اليمني مع الزميلين اسيا ووجيه تفضل شكرا, لك شادي اذا مشاهدينا الكرام تنقلنا الان الكاميرا الى الزميل بشير الحارثي لالقاء التحيه على زملاء في القسم التحريري مساء الخير بشير اهلا بك بشير اهلا بك اسيا واهلا بك وجيه نحتفي اليوم بالذكرى الثالثه لانطلاق قناه بلقيس هذه القناه التي كانت منذ اليوم الاول صوت اليمنيين ونتمنى ان تظل وتبقى صوت اليمنيين كما هو شعارها دائما آه سنكون معكم مشاهدينا الكرام في هذه الجوله البسيطه للتعريف باقسام قناه بلقيس البدايه من هنا في قسم الام سي ار او ما يسمى بغرفه آه البث الخاصه بالتحكم آه من هنا معنا هنا الزميل العزيز محمود هو احد الموظفين في هذا القسم من هذا المكان يتم اختيار البرامج والتعامل في البث النهائي لتصل إلى المشاهد الكريم بصورتها النهائية سواء من البرامج أو النشرات أو المواجز أو حتى الفلاشات التي تظهر بعد انتهاء أو قبل كل البرامج لنا أيضا لف يعني جولة أخرى في قسم المونتاج في هذا القسم نلتقي هنا بالزملاء الأخ الزميل حسين الملك وأيضا هنا الزميل مختار الجابري طبعا في هذا القسم تصل كل المواد الخام إلى هذا القسم يعني, يعني التي يتم تصويرها في الميدان أو حتى البرامج المسجلة في هذا المكان وأيضا المادة التحريرية التي لازالت صوت ومن ثم الشباب هنا في هذا القسم يقومون بتجهيزها للصورة النهائية ومن ثم تحويلها إلى قسم البث لتظهر أمامكم بالصورة التي يراد لها وبالصورة التي تم تركيبها من قبل المنتج أو من قبل منتج البرامج أو محرر أي مادة تعرض على الشاشة طيب. نواصل معكم هذه الجولة طبعاً في هذه القاعة هنا منتجي البرامج طبعاً هنا الأخت والزميلة العزيزة إلهام عامر إلهام كل عام وأنت بألف خير نهنئك بهذه الذكرى الثالثة لانطلاقة بلقيس طبعاً إلهام هي منتجة برنامج كيبورد وايضا مشاركه في انتاج برامج بين قوسين وبرنامج اصل الحكايه. طبعا بجوارها ايضا الزميل العزيز موسى النمراني منتج برنامج لست وحدك، هذا البرنامج الحقوقي الخاص بقضايا الناس، حقوق الناس، الانتهاكات التي دائما الاخ موسى. كل عام وانت بالف خير وان شاء الله يعني من نجاح الى نجاح وان شاء الله نرى يعني جديد في لست وحدك هذا البرنامج الذي هو فعلا البرنامج الاول الذي يمثل صوت الناس الحقوقي يعطيك الف عافيه موسى وايضا بجوارها ايضا الزميل العزيز شاكر احمد خالد هو في الموقع الاخباري الخاص بقناه بلقيس طبعا الذي يبث كل المواد الاخباريه الصحفيه كل سنه طيب اخي شاكر وايضا بجواره ايضا الاستاذ العزيز في التصحيح الاخباري واللغوي الاستاذ محمد الاحمدي كل عام وانت بالف صحه وسلامه استاذ محمد وانت بالف خير وعافيه ايضا على الجانب الاخر هنا على الجانب الاخر الزميل العزيز محمد المقبلي طبعا هو مقدم برنامج اصل الحكايه الذي دائما مكرس هذا البرنامج للهويه اليمنيه التعريف بالاثار اليمنيه والتاريخ اليمني والحضاره اليمنيه وهو ايضا معد لبرنامج المساء اليمني هذا البرنامج الان الذي يبث على الهواء مباشره برفقه ايضا الزميل منصور النقاش والزميل اسامه القطيبي. ايضا على الجانب الاخر الاستاذ غني عن التعريف هو من وجوه الشاشه المعروفين الاستاذ عصام القيسي اتمنى ايوه استاذ عصام يعطيك الف عافيه كل سنه طيب. طيبين ان شاء الله. ايش تمثل لك ذكرى ثالثه لأطلاق قناه بلقيس؟ انا طبعا بالنسبه لي قناه بلقيس هي البيت الدافئ والمحترم ولما تمر ثلاث سنوات على بيت دافئ ومحترم هذا يعني يجعلك تشعر بالامل يعني فعلا في ظل هذا الواقع اللي له محترم وله دافئ شكرا <applause> شكرا لك استاذ عصام يعطيك الف طبعا استاذ عصام برنامج الاجنده معروف لأحدى احدى البرامج الاسبوعيه التي تبث على قناه بلقيس ايضا بجوار ايضا الاخ الزميل محمد الاديمي هو وايضا ننتقل بكم الان الى الاداره الخاصه بالاخبار وهنا في هذه الاداره يعني المصنع الخاص بنشرات الاخبار ومواجز الاخبار وايضا البرامج السياسيه، هنا الزملاء طبعا الاخ عمر النهمي مرحبا بك عمر كل عام بخير وايضا الزميل عدنان عدنان الراجحي واحد المنتجين في النشرات، الزميله شروق القاسمي ومدير الاخبار الاستاذ والع الجابري وايضا الاستاذ الزميل عبد الرقيب الاباره والزميله ايضا نسيت اسمك تصدقي ريهام طبعا بس وئام <applause> عفوا آه وئام آه يعطيك الف عافيه وئام وايضا الزميل آه احد وجوه قناه بلقيس الاخباريه آه سالم با حمران طبعا آه لقاء فقط بسيط مع مدير الاخبار الاخ الزميل والع الجابري والع في الذكرى الثالثه كيف تمر آه الاخبار في اداره الاخبار حتى يعني بالتاكيد الذي آه ربما آه المشاهد الكريم فقط معلومه قناه بلقيس تمر آه تبث على مدار الساعه نشرات إخبارية ومواجزة إخبار تفضل أخي ولد أنا بصورة مبسطة حول العمل الإداري الإخباري بداية نهنيك ونهني جميع الزملاء في القناة وإدارة القناة وجميع المشاهدين بهذه الذكرى وكما تفضلت هذه هي غرفة أو إدارة الأخبار مصنع الأخبار هنا وكما تعرف نبدأ أولا بشبكة المراسلين هم من يزودون بالمعلومات أولا بأول ثم بعد ذلك تأتي من هنا إدارة الأخبار من تأتي بجمع المعلومات وايضا الى جانب هي مصادر الاخبار الى جانب المراسلين معنا وكاله الانباء ووسائل الاعلام المختلفه ومن هنا ايضا نحن من نحاول ايضا نحاول ان ننقل ما يدور في الميدان عن طريق مراسلينا وبجهود جميع الزملاء هنا وربما اترك المجال للزملاء هنا لديهم الكثير شكرا يقعدهم. لك شكرا لك اخي ولا طبعا اذا كنا في هذا الجوله الاولى عرفناكم على جانب من اقسام قناه بلقيس الان اعود الى الاستوديو مع الزميل وجيه السمان والزميله آسيا والكلمه لكم اذا شكرا لك بشير وشكرا لجميع زملائنا الذين استضفتهم اليوم ولو بمرور سريع اذا الان ننتقل مشاهدينا الكرام الكرام لجوله من استطلاعات اراء نخبه من ابناء حضرموت عن قناه بلقيس نشاهدها في فقرتنا القادمه نقول لقناه بلقيس ان تستمر على هذا التميز وعلى هذه الحرية وعلى هذه الجرأة وبنفس القدر من الشجاعة والجرأة وأن تستمر وأن نتمنى أن نحتفل بها في ذكرى العشرين والثلاثين والأربعين وهي بهذا الصورة وبصورة أكبر بكثير مما نراه الآن إن شاء الله نهني الأخوة في قناة بلقيس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاقتها كما نهنيهم باكتسابهم طاقم وكفاءة عالية من شبابنا ممثلة بالأستاذ محمد اليزيدي ومن خلف الكاميرا ونحن على ثقة أن الثلاث سنوات القادمة سوف تعطى للقناة منعطف آخر نحو تقدم ورؤية إعلامية بإذن الله اليوم تغطون في قناة بلقيس هذا التغطيات الإخبارية المتلاحقة آه والتغطيات اللي تتم دائما في ظروف آه بالغة التعقيد في حضرموت أنا عارف أن أحيانا تتجرى آه الاستاذ محمد عبد الوهاب وانتم وفي القناه والاخرين يتجرون ويطرقون مواضيع كثيره دائما يلاحقون بها هذا شيء طيب قناه تتحرك شفت وفق مهنيه قناه مهنيه وتطرق وجاذبه وعندما ارى ان مواضيع كثيره موجوده ساخنه في المحافظه احس أنه ما بتابع الا في هذه القناه وهذه القناه وهذه القناه وبالتالي هي محسوبه من واحد من هذه القنوات كم ما شاء البعض الواحد يريد ان يتخيل الموضوع اي في السر هذا مساله متاحه لكن الاهم انك تحرك الواقع أن تنقله وهذا الاهم هذا المطلوب للقنوات ومطلوب للصحافه وانا اتقدم شخصيا الى قناه بلقيس بخالص التهاني في هذه المناسبة وأتقدم إليها بالنجاح وأرى أنه لابد من التأكيد على المهنية وزيادة مسألة المراسلين في القناة والله صراحة شهادتي مجروحة في هذه القناة طبعا القناة بلقيس قناة متميزة جدا مراسليها متميزين جدا وأخص بالذكر محمد اليزيدي دايما ما نرى في كل الاحتفاليات دايما ما نرى في كل المناشط دايما ما نرى في كل الفعاليات التي تعتمل في محافظة حضرموت صراحه قناة مميزة كما قلت شهادتي مجروحة فيها تنقل الأخبار أول بأول ودائما طبعا نحن من الناس المتابعين لهذه القناة لأن مراسليها يبدو لأنهم أنهم نشطين كثير جدا وعلى رأسهم كما قلت الإعلامي محمد اليزيدي أتمنى لهذه القناة من كل قلبي أن تظل على هذا النشاط أن تظل على هذا الاستمرارية والديمومة في أخبارها في نقلها للأحداث وللمناشط وللفعاليات إذا مشاهدينا الكرام، شركة بلقيس ميديا رئة قناة بلقيس منها تتنفس ومن خلال بصماتها الفنية والتقنية كان للقناة حضور ورؤية فنية قدمت شكلا مختلفا يمثل نقلة نوعية في العمل التلفزيوني في بلد كان شحيحا من الناحية الفنية لأسباب كثيرة من بينها غياب الخبرات والتراكم الفني. خلف الشاشة يقف طاقم عمل فني وتقني متكامل. هم جنود المجهولون الذين لا يراهم أحد هم أول من يصل إلى مقر العمل وآخر من يغادر وبهم كانت القناة بهذا القالب الفني الذي تشاهدونه لمعرفة القناة شركة ميديا أكثر دعونا نشاهد هذا التقرير <applause> من بين آلاف المقطوعات الصوتية، هناك واحدة فقط تناسب الكلمات وتنسجم مع الخبر وعليهم اختيارها كي تكتمل الصورة. يعمل طاقم مكتمل قادم من بلدان مختلفة على جعل الشاشة أوضح والرؤية أدق. انتموا جميعاً إلى أوجه فنية متعددة قبل ان تجمعهم بالقسم ميديا لتصبح مسارهم الجديد وطريقتهم في العمل يمزجون فيها تجاربهم وخبراتهم يعمل في القناه عدد كبير من جنسيات مختلفه هذا الامر بالنسبه لنا كان عامل تحدي وايجابي في نفس الوقت يتولى قسم الجرافيك اعداد الخرائط وتبيين كل مناطق الاحداث وطرق سيرها كما يعدون الاشكال الفنيه ليبدو كل قالب مختلفا عن الاخر دون ان يتباين عنه انهم دائما يبحثون في اكتمال الصوره كما يسعى قسم المونتاج على مزج الاصوات مع الصور وتنقيه ما ياتي من الميدان كل تلك الجهود تلتقي هنا في الكنترول وهنا ايضا يتواجد من عليهم جعل كل شيء في مكانه الصحيح. في ظل الظروف الراهنه ومنذ ثلاث سنوات نقوم بتسخير احدث التقنيات لدعم ومسانده طاقم بلقيس على مدار الساعة تمزج العديد من الآلات بين الأصوات والصور والكلمات ليصبح كل شيء جاهزا للعرض. وهنا حيث لا مجال للأخطاء يحرص العاملون كل لحظة على لفت انتباه الجمهور والتذكر دائما أنك لست وحدك في الفضاء. 3 çok لقد تم تجهيز كل تفاصيل الاستديو. لكل برنامج لونه وشخصيته وموسيقاه وضوءه تطلب ذلك وقتا وجهدا للوصول إلى الشكل الأخير وإلى الشاشة الكبيرة وإلى المواءمة بين البرنامج والخبر في قناة إخبارية في الأساس وهو ما يجعلها تقف بحذر وتختار بعناية قبل أن تمثل الصورة أمام المشاهد يتولى قسم خاص البث ومهام الإرسال والتدقيق في جعل الشكل النهائي مطابقا لما كان قبل سنوات مجرد أفكار في أوراق ووثائق من أرادوا لبلقيس أن تصل إلى أعين وقلوب الملايين وأن تكون صوتهم الواضح المعبر عن تطلعاتهم والموثقة لكل محنة مروا بها وحتى لا يتم كل شيء بالظل بحثت بلقيس عن الكلمة والضوء والصوت واللون لتبدو الشاشة بلقيس إذا مشاهدينا الكرام تنضم معنا في الاستوديو الأستاذة هناء صالح مديرة شركة بل بلقيس, بلقيس ميديا مساء الخير أستاذة هناء وكل عام بخير أهلا وسهلا مساء الخير مساء النور إذا أستاذة هناء ارتبطت شركة بلقيس ميديا بقناة بلقيس كمشغل لهذه القناة مشغل فني وتقني نود أن تحدثينا عن طبيعة العلاقة بين الشركة والقناة خلال ثلاثة أعوام نعم أولا كل عام والجميع بخير وزملاء بخير ونترحم على زملائنا الشهداء وعلى شهداء اليمن بالنسبة للسؤال آسيا إن طبيعة العلاقة هو مثل الجناح اليمين والجناح اليسار لكي يحلق الطائر دائما بتاتي الافكار من من القناه افكار مكتوبه يعني باختصار الشركه تجعل هذه الفكره شيء مرئي في أرشح. الشاشة بكل التفاصيل ابتداء من عمل هويات البرامج ابتداء من التصوير ابتداء من المونتاج ومن ثم في الاستوديو كل التفاصيل وانتهاء بغرفة البث ثم إلى كل التفاصيل الهندسية والتقنية من الأقمار الاصطناعية ومنها إلى المشاهدين في كل مكان اذا يعني خلال ثلاث سنوات كان هناك ربما نوع من التطور على مستوى الشاشه ايضا كان هناك ادخال ربما لتقنيات ربما كانت من اوائل القنوات التي ادخلتها اليمنيه اتحدث مثلا الأقمار الصناعيه هناك ربما ايضا مساله مواد او تقنيات موجوده لا يشاهدها الناس لكن هي موجوده، حدثينا اكثر عن هذا الجانب، ما الذي اضافته على المستوى الفني الشركة بلقيس ميديا بالنسبه لبقيه القنوات او بالنسبه للقنوات اليمنيه بشكل عام؟ بصراحه كان هناك تحدي دائم بانه كيف يكون المحتوى جيد وايضا الصوره جيده، التلفزيون بالمقام الاول هو الصوره. فلا يكفي ان يكون المحتوى جيد يجب ان تكون الصوره ايضا بنفس المستوى من من الجوده فكان هذا تحدي كبير لا اخفيك انه وجودنا في اسطنبول ساعدنا من ناحيه الاستقرار اصلا طالما هناك استقرار في امكانيه بانه تعمل تطور ثانيا شركه بلقيس ميديا فيها جنسيات مختلفه خبرات مختلفه هذه تجمعت بحيث انه احنا فعلا استطعنا انه احنا نواكب الجديد في عالم التلفزيونات آه 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 ايضا انه كيف احنا نسهل الامور القادمه من الميدان هناك فعلا تحدي مفهومي. كبير يعني آه حتى موضوع استضافه المراسلين او الضيوف عبر الاقمار الصناعيه من من اليمن ومن خارج اليمن كان ايضا آه هذه من ضمن الاضافات التي قدمتها شركه بلقيس للقناه وتسهيل ايضا لكي يصل صوت المراسلين وصوت القناه الى الى الناس آه ايضا الى المشاركين فهذه كانت آه من ضمن الامور التي قامت بها الشركه بالاضافه الى انه في عندنا البث مش الموجود بس على الاقمار الصناعيه كان ايضا عندنا البث عبر وسائل, وسائل اخرى اللي هو السوشيال أيضاً. ميديا نعم. أيضاً. هذه ايضا هي تقنيات يعني هي ليست بالاشياء البسيطه هي ايضا تقنيات كيف احنا بنكون على كامل وسائل التواصل الاجتماعي بنعمل بننقل ما ننقله في الشاشه ننقله ايضا للناس على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا التوصل يعني الان يعني في توجه سريع ل المنصات نعم بشكل والمنصات الاخباريه عوضا عن التلفزيون استاذه هنا انتم كشركه مشغله تقنيا وفنيا هل انتم راضون عن الاداء الذي قدمته حتى الان كيف واجهتم الصعوبات التي لابد انها واجهتكم خصوصا يعني وانت تتحدثي عن جنسيات متعدده, متعددة. في مساله اللغه مساله التواصل كثير من نعم صحيح بصراحه طبعا. الرضا التام معناته انه بدايه الفشل ليس هناك رضا تام ولكن نستطيع نقول انه عندنا نوع من من الرضا الجزئي بانه استطعنا انه نوفي طلبات قناه بلقيس وهي يعني طلبات مش بسيطه لان احنا نتكلم عن قناه اخباريه تعمل 24 ساعه فالطلبات فعلا كبيره ثانيا بالنسبه للتحديات فيما يخص الجنسيات المختلفه الحمد لله انا استطيع اقول انه تغلبنا عليها لانه الكل ذاب في, في في القضيه اليمنيه والكل فعلا اصبح مثل ما تحدثت يعني فعلا يكن اليمن حب يعني هناك اتراك علاقة هناك نشأت نعم هناك, أتراك هناك سوريون هناك مصريون سوريون فلسطينيون, أيضاً في في فلسطينيون نعم في نعم بالمناسبه الاتراك يحملوا الى اليمنيين بالذات الجنسيه اليمنيه حب وتقدير عجيب يعني فعلا الموضوع يتميز عن اي جنسيه اخرى يظنوا ان اليمن امتداد لهم امتداد حضاري وامتداد ثقافي يعني يظنوا ان احنا نفس الشيء بس اللهم احنا نتكلم العربيه وهم لكن الـ 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 لا اخفيكم انه الطاقم التركي هنا والطاقم العربي فعلا بذلوا معنا مجهود من الاخلاص ليست وظيفه وخلاص يعني ولكن بذلوا معنا جهود كبيره وانتم شاهدتوا يعني في اثناء التاسيس كيف عملوا معنا بحب وباخلاص كان هناك متابعه في هذا التقرير بكل تاكيد بشكل مستمر. بالضبط. طيب استاذ السؤال عندك يعني هم دائما تساؤل حول طبيعه الرؤيه المستقبليه المشاهدون اعتمدوا او تعودوا على مستوى فني من قناه بلقيس صح. هناك من يطمح بكل تأكيد المزيد، هل من أخبار حول ذلك؟ نعم والله الجانب الفني دائما مرتبط بالماده عاده يعني متى ما توفرت الماده كان هناك سهوله في عمل تطورات في الجانب الفني لكن يظل هذا العمل المادي تحدي نستطيع ان احنا ان شاء الله يعني نتعداه يعني مثلا ان نتجاوز مثل ما تجاوزنا اشياء اخرى لكن احنا الكل لا يرضى بالوقوف عند هذا الحد ان شاء الله باذن الله تعالى من اجل القضيه اليمنيه يعني, يعني احنا نعمل بهدف انه هذه الرساله العظيمه يجب نعم. ان احنا نكون على قدر المستوى في ايصالها بالشكل الفني المناسب نعم اذا شكرا جزيلا لك يا استاذة هنا صالح أنا مديرة شركة بلقيس ميديا كنت معنا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة انطلاق قناة بلقيس شكرا جزيلا لك اذا مجددا مشاهدينا الكرام نعود الى الميدان لاستطلاع بعض اراء الجمهور في ظل الاداء الاعلامي المتردي الذي شهدناه من جميع القنوات والوسائل الاعلاميه اليمنية جاءت قناة بلقيس كاضافة نوعية لهذه القنوات حيث قدمت الصوت والصوت الاخر، اعددنا من قناة بلقيس مقدار محترم جدا من الحيادية من مخاطبة عقل المواطن وكأنه انسان واعي بعكس ما شهدنا في القنوات الاخرى التي تحاول برمجة الانسان اليمني كي يتلقى المادة التي يلقوها، ونامل من قناة بلقيس ان تستمر بهذا النهج وان تستمر بتثقيف المواطن اليمني الذي هو الان بأمس الحاجة الى هذا النوع من التثقيف يعني أضافت إضافة إيجابية داخل الإعلام اليمني وداخل الإعلام العربي كانت بلقيس حقيقة ظهورها في هذا الظرف ظهور جيد وظهور إيجابي لأنها عندما تتحدث عن القضايا تتحدث تعايش حياة المواطن تعايش حياة الفقراء تعايش الحياة الاجتماعية للشعب اليمني كانت بالقيس دخلت اليوم إلى كل بيت وإلى كل حارة وإلى كل محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية اليوم كانت بالقيس تمثل رائدة في الإعلام في نقل الخبر في متابعة الأحداث في متابعة المجريات التي تحدث في الساحة المحلية اليمنية وفي الساحة الإقليمية وتعطي للمشاهد الحريه الكامله بان يتلقى هذا الخبر باكمله ومن ثم يحلله كيفما شاء عندما نشاهد قناه بلقيس وهي رغم انها انطلاقتها انطلاقه قبل ثلاث سنوات الا انها حقيقه تسبق بعض القنوات التي لم تصل الى ما وصلت اليه قناه بلقيس من الحرفيه ومن الاعلاميه ومن نقل الخبر من نقل الماده من الصورة الواضحة إذا مشاهدينا الكرام بطبيعة الحال يعني بعد مشاهدة هذا الاستطلاع كل الآراء الموجودة سنضعها في عين الاعتبار سلبا أو إيجابا وعودة إليك بشير لإلقاء التحية على بقية زملاء قناة بلقيس من جديد شكرا لك يا آسيا ولازلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة التي من خلالها نقوم بتعريف المشاهد الكريم عن أقسام قناة بلقيس الآن هنا القسم الهندسي والقسم التقني الخاص بحل أي إشكالية تواجه سواء الفنيين أو الإداريين أو حتى البث هنا معنا أيضا الأستاذ جان هو مدير القسم الهندسي كل عام وأنت بألف خير وإن شاء الله يعني مزيد من النجاح ومزيد من التفوق أخ جان يعطيك الف عافيه وايضا بجوارها ايضا القسم ايضا المعلوماتي الاخ ابو جواد وايضا الزميل العزيز احمد القاطع في هذا القسم يعني المتحكم بما يبث نهائيا عبر الاقمار الاصطناعيه وحل اي مشكله تواجه سواء الطاقم الفني او الطاقم التحريري سواء في الشبكات او في الانترنت او في البث او ما شابه ذلك نواصل معكم هذه الجوله ايضا القسم الآخر هنا هو قسم الجرافيكس في هذا القسم يتم تجهيز المواد سواء كانت مقدمات البرامج أو الإعلانات أو البروموهات الخاصة بالقناة معنا هنا أيضا الأخت أزهار الجمرة هي رئيسة قسم الجرافيكس أزهار كل عام وأنت بألف خير في عام بالقيس الثالث هذا العمل المستمر لمدى ثلاث سنوات شكرا لك ولجهود الزملاء ايضا اللي معك هنا الاخ الزميل احمد الله مرحبا بك احمد وايضا الاخ محمد كل عام وانتم بخير في عمل الثلاثه نحتفل جميعا ما يظهر على الشاشه هو بجهود جنود مجهوله كثيره هؤلاء احد الجنود المجهولين الذين يعملون خلف الكاميرا من اجل صوره الصورة والمواد التي تعرض بالصوره الجميله التي تتابعونها نواصل معكم هذه الجوله هنا ايضا قسم السوشيال ميديا في هذا القسم طبعا ما يبث عبر الشاشه الكبيره ينتقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اه تويتر وفيسبوك ويوتيوب معنا هنا الاخ عبد الرحمن شعلان هو اه يعني منتج ومعد برنامج من الدنيا برنامج متنوع وهو ايضا يعني مسؤول في السوشيال ميديا عبد الرحمن لو وضعتنا بصوره مبسطه عن العمل اليومي الذي تقوم به عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كل عام وانتم بخير بسبب بخصوص الانطلاقات الثالثه للقناه، يعني بنعمل يوميا على تقطيع الاخبار التي تهم المتابعين في صفحه قناه بلقيس ونشرها على مختلف المنصات. بالإضافة للبرامج والمقاطع التي أيضا يعني نعمل على اختصار ما يدور في الشاشة لنقلها إليكم بأقل وقت وبأقصر مدة شكرا لك الأخ عبد الرحمن شعلان وأيضا يعني كما تحدثنا الأخ عبد الرحمن هو بجوار أيضا زملاء آخرين الأخ كرم باحشوان وأيضا هو مقدم برنامج ولا نقص بس أخذ استراحة هذه الفترة تحية للأخ الزميل كرم باحشوان وايضا هنا الاخ محرم احد الموظفين هنا في القناه وهو تركي شكرا لك محرم كل عام وانت بخير <applause> ايضا هنا على الجانب الاخر آه الزميل العزيز الفنان اذا آه آه تخيل لو انسى اسمك لا لا لو انسى اسمه بيزعل عمر البنا بالتاكيد هو مسؤول البروموهات واعلانات البرامج الترويجيه آه ممكن بس الاخ عمر أنا بصوره مبسطه عن طبيعه عملك اولا كل عام وطاقم القناه ان شاء الله كلهم بخير على الانطلاقه الثالثه. طبيعه العمل يعني هو ليس عمل فردي اكيد هو كله عبر السلسله تمر تماما من اولا من الافكار والسيناريو الى الى البروميشن والى اللي هو الاخراج وغير ذلك. هي عمليه طويله جدا نعم بالتوفيق يعني. بالتوفيق اخي عمر ايضا بجوار ايضا الزميل عبد الرحمن مغلس, عبد الرحمن مغلس. كل عام وانت بخير اخي عبد الرحمن بالتوفيق لك ولكل الطاقم وكل طاقم الشباب. آه طبعا في هذا المكان بس لفه بسيطه من الاخ رمزي طبعا هنا التورته التي بنحتفل بها الان الاخ والع لقيناه متلبس جالس يصور التورته <applause> والع كل عام وانت بخير آه في هذه ايضا آه الاداره هنا اداره الاستاذه هنا صالح هي مديرة بلقيس ميديا وايضا الزميل العزيز ماجد وايضا المدير المالي الاخ رضا أستاذ كل عام وانت بألف خير وطاقم الفني لبلقيس ميديا الجنود المجهولة اللي من خلالهم يصل الصورة ويحاولون تقديمها للمشاهد بالصورة الجميلة والعمل الفني الجميل شكرا لك ولكل الطاقم اعود الى الاستوديو واكون قد ختمت هذه الجولة اذا نواصل طيب نزيد باقي وقت اذا ما في وقت نعرفكم ايضا الى السكرتاريه الخاصه في القناه وربما نختم بهذا المكان هنا الاخت سوزان هي السكرتاريه هنا اللي تستقبل الناس بالبشاشه والترحاب ودائما من انشط الموظفين سوزان كل عام وانت بخير وانت بخير شكرا لك سوزان إذا نختم هذه الجولة التي كان فيها جولة تعريفية عن قناة وأقسام أقسام قناة بلقيس شكرا لكم والعودة إلى الأستوديو مع بي. الزميل وجيه والزميلة آسيا ثابت الكلمة لكم أهلا شكرا لك شكرا بشير, بشير على هذه الإطلالة السريعة التي قمت بها لجميع الزملاء وشكرا لهم جميعا كل تأكيد إذا الآن مشاهدينا الكرام نرحب بمن ينضم إلينا مدير شركه روما ميديا ومقدم ايضا برنامج دسته لكم. الاستاذ عبد الله الحرازي اهلا بك مرحب استاذ مرحبا عبد الله. بكم و... مرحبا بك استاذ عبد الله مرحبا كل عام بكم وبكل مشاهدينا الكرام وكل عام وانتم ومشاهدينا الاعزاء بالف خير كل عام وانتم بخير استاذ عبد الله ارتبطت بلقيس يعني قناه بالقي عفوا روما ميديا نعم ارتبطت بقناه بلقيس منذ البدايه مكتب صنعاء كانت ذكريات هذا المكتب اليمه بكل تاكيد العودة إلى ثلاث سنوات ما حدث قبل ثلاث سنوات وبداية القناة كيف كانت؟ حدثنا عنها. في البداية طبعا شركة روما ميديا هي هي المالكة لقناة بلقيس وهي الشركة المشغلة لها فنيا في اليمن وتدير جميع العمليات المتعلقة بالمراسلين وبالانتاج من الميدان الانتاج على الارض هذه هي مهمة شركة روما ميديا في في اليمن يعني في الداخل. البداية كانت بداية تأسيسية اعتيادية أه قمنا بالخطوات اللازمة حينها من أه استجار يعني مقر وتجهيز استديوهات والبدء بتكوين الطاقم عمل المقابلات اختيار كل هذا الطاقم الذي يتواجد الآن <applause> <أم> <applause> <ونحن من أم. تصفيق> <applause> نعم وأنتم ونحن منهم وبدأنا الانطلاقة لكن يعني داهمت الحرب الجميع وبدات الميليشيا الحوثيه مع قوات المخلوع حينها بحاله هستيريه بدات بحاله هستيريه ضد كل وسائل الاعلام العامله في اليمن والخارج عن سيطرتها وقامت بعمليه يعني تجريف تام للمؤسسات الاعلاميه وكان منها قناه بلقيس نعم بالضبط استاذ عبد الله يعني بطبيعه الحال كان مكتب كان هنا مكتب او فرع لقناه بلقيس في اسطنبول والاساس كان في صنعاء بكادره الكتير. نعم هلا حكيت لنا ظروف الانتقال من صنعاء الى اسطنبول بجميع كانت على مراحل ربما اكثر من نعم مرحل. البدايه كانت كنا متوجسين من البدايه نعرف سلوك هذه الميليشيا على وجه اليقين لكننا اردنا ان نبدا من الداخل وان ننطلق من الداخل مهما كانت الصعوبات او التضحيات كان لابد يعني ان ننطلق من الداخل صحيح البث من خارج اليمن مثل كثير من القنوات البث يكون من من اماكن تتوفر فيها امكانيات البث نتيجه انه البنيه التحتيه الاعلاميه والتقنيه في اليمن ايضا ضعيفه فكانت يعني الشاشه في تركيا لكن كل العمليات كنا نخطط ان كل العمليات الفنيه والانتاجيه والتحريريه وكذلك الاخباريه والاعداد كل ذلك كنا نامل ان يكون في اليمن وينطلق من اليمن وتبث الماده من اليمن الى مقر القناه او الاستديوهات البث في اسطنبول لكن كما قلت مداهمه الميليشيا وملاحقاتهم لم تسمح لنا بالبقاء اكثر كيف و... كان الانتقال الى الصندوق؟ الانتقال كان بسبب مداهمه المكتب ومصادره المكتب في صنعاء سواء شركه روما ميديا او مكتب القناه تمت المداهمه ومصادره ما كان فيه من معدات كان تركيزنا ينصب اهتمامنا ينصب على تامين الكادر من زملائنا بألا يتضرر احد الا يطال الاختطاف والاعتقال أحد ومع ذلك للأسف الشديد كان زميلنا عبد الله قابل قد وقع في يد الميليشيا رحمة الله عليه وعلى جميع الشهداء وعلى زملائنا أيضا من هؤلاء الشهداء عبد الله القادري و القدس طيب مسألة الانتقال إلى تركيا ربما كانت هناك صعوبات واجهت العاملين واجهتكم أيضا كيف تجاوزتموه هذه المساله مساله اللغه مساله العدد التواجد أو هنا العدد يعني. اولا اولا الانتقال في حد ذاته ربما لدى المشاهدين وكثير من الزملاء اعتقاد ان المساله كانت بسلاسه شديده واننا انتقلنا مجرد ان طلبنا طائره خاصه و, و حملنا من حملنا نعم لا يعني الحقيقه اننا تحملنا كل تكاليف تحملنا كل المعاملات الرسميه قمنا بتجهيز كل يعني وثائق السفر والانتقالات الفيز حاولنا انه يعني نقوم بالامر على دفعات نستطيع نحن تحمل كلفتها ونستطيع ايضا تدبر امور الفياز والانتقال من اليمن الى يعني دول الجوار ومنها الى اسطنبول هذا فيما يخص الكادر العامل من الزملاء ثم هنا اضطرت ان تقوم بالتوسعة اللي هي شركة yeah. بلقيس ميديا وهي الشركة المشغلة في تركيا وشركة تركية قامت بعمل اللازم من استقبال ومن توسعة للاستديوهات وبالتالي انتقل كل العمل إلى هنا وبقيت لدينا شبكة المراسلين نحن في روما ميديا ركزنا على مسألة في المراسلين. أبداً. استمرار, استمرار التواجد آه ثم في 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 بدايه 2016 آه تكوين بعد تحرير نعم. آه مدينه عدن آه قمنا بتاسيس مكتبنا مكتب هناك وكنا جل. نأمل ايضا آه تاسيس مكاتب في آه شبكه مكاتب في في عدد من المدن والمحافظات المحرره الا انه ما نواجهه من ظروف سياسيه ومن ظروف اخرى ايضا تقنيه اذا ما فكرنا في خاصة مع الأوضاع نعم. السيئة التي تخرج منها المحافظة بعد أه لا شك لكن أيضا غير 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 الظروف السياسية والأمنية المعاكسة هناك أيضا حقائق أخرى على الميدان لأنه تأسيس مكتب و, و.. الصعوبات يعني يحتاج اللي الى اللي تتعلق بالتأسيس بالضبط هناك يتعلق المساله متعلقه بالبنيه التحتيه لا تستطيع ان توجد انترنت سريع في مارب مثلا على سبيل المثال حتى تستكمل في تعز حاولنا لكن الوضع الامني في المدينه ايضا مقلق وغير ملائم للقيام بشيء حاليا لكننا نامل وفي خطتنا وفي تصورنا وفي هدفنا أنه بلقيس ستكون قريبه من المواطن في الميدان في كل مدينه يمنيه مهما طال الوقت نعم. سنتواجد برأيك بد... يعني بدون شك نعم برايك استاذ عبد الله ما الذي شكلته قناه بلقيس بالنسبه للناس كرجع صدى بالتاكيد انتم متابعنا من نعم. من الصعوبه ان نتحدث نحن عن بلقيس لكن آ... كيف يعني ولا نقول اننا نشعر بالرضا لكننا يعني نشعر آ... بان جهدنا وبان جهد جميع الزملاء وحين اقول جهدنا اتحدث عن جهدكم جميعا آ... نشعر انه لم يذهب سدى لم يخب يعني الظن ولا التوقعات، كان لدينا اهداف واضحة ان تكون بلقيس صوت اليمنيين وكانت، وان تكون مصدر الخبر لليمنيين وكانت، وان تكون ايضا مصدر الخبر عن اليمن للمتابع غير اليمني وكانت ايضا بلقيس الان هي الشاشة الاولى لدى كثير من اقسام المتابعة السياسية في اهم القنوات العربية العاملة في يعني عدد من البلدان نعم اذا شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله الحرازي مدير شركه روما ميديا كنت معنا في هذه, هذه الحلقه الخاصه من المساء اليمني نعم. جزيل الشكر ودائما المسألة. معكم اهلا لن نستغني يعني اذا <applause> <applause> اذا مشاهدينا في الذكرى الثالثه قبلها قبل ذلك نعم هناك اشاره لاستطلاع أخير. نذهب اذا لاستطلاع اخير للاراء من الميدان مره اخرى نتابع قناة بلقيس جاءت لتعطي فكرة حقيقية وتقدم نموذج رائع لإعلام المستقل. قناة بلقيس تجاوزت المناطقيات وتجاوزت الحزبيات وتجاوزت الرسميات. قناة لا تمثل إلا الشعب اليمني تمثل الإنسان اليمني ولذلك قناة بلقيس أنا أقول أنها قناة الإنسانية في اليمن. تميزت القناة الرائدة قناة برقيس بجرأة الطرح بتهديف المواضيع بثقة المشاهد والمستمع عن قدمت الكثير من الجوانب النقص التي كان يتطلع إليها المستمع والمشاهد في خصوص وسائل إعلامنا المحلية رفضت الساحة الإعلامية في الداخل بالكثير من الخبرات والقدرات والمهارات نتمنى للقناة وطاقمها كل التوفيق والنجاح وندعوها إلى المزيد من الإبداع والتميز في إظهار معاناة الإنسان اليمني وإظهار همومه واحتياجاته ومعالجة الخصا أي أخطاء أو أي طيب تصير من تحصل بالإضافة إلى أن نتطلع إلى دورها التنويري المجتمعي القائم على تثقيف وتوعية المجتمع بكثير من المواضيع الحياتية لا يسعنا في هذا العجالة إلا أن نقدم شكرنا مرة أخرى إلى هذه الطاقم التي حازت على نسبة كبيرة من المشاهد المحلي ولها دور كبير في اظهار الكثير من الاحداث التي مرت بها المحافظه بوجه الخصوص ووجه اليمن بشكل عام. قناه بلقيس، قناه الانسانيه، قناه المعاناه، قناه المواطنين، اضافه نوعيه كانت للاعلام اليمني المحلي والدولي وقامت بنقل كل الحقائق بمهنيه عاليه ونتمنى منهم المزيد من التقدم والتطور في في نقل الرساله الاعلاميه الهادفه. ونقول لهم في عامهم الثالث آه للطاقم القناة بشكل عام كل عام وأنتم بخير ومزيد من التقدم والتألق في فضاء وسماء الإعلام اليمني طبيعة الحال نسعد بكل هذه الآراء التي تصل إلينا وفي الذكرى الثالثة مشاهدينا للانطلاقة كتب عدي. العديد من متابعي القناة على وسائل التواصل الاجتماعي آراءهم عن القناة نستعرض بعضها الآن معكم ونبدأ بالدكتور بشير زندال إذن قال الدكتور بشير زندال أنه بلقيس في عامها الثالث المهنية والإنسانية في كل الحروب يتخندق صناع القرار السياسي والحربي وراء آلات إعلامية يحولونها من قنوات إعلامية إلى قنوات حربية تشتغل لمصلحتهم وتعمل على قلب الحقائق كي يكسبون الحرب وحدها بلقيس كانت الإنسانية هي منهجها الإعلامي ومهنيتها هي من جعلت أغلب الشرائح الاجتماعية في اليمن تثق بها. تخندقت وراء الانسان اليمني، كان هو وحده من تعمل لاجله، الانسان الذي نسيته كل وسائل الاعلام ونسيه المقاتلون من الطرفين. تذكرته بلقيس وظلت تشتغل من اجله وتوصل صوته وترفع يده الجريحه وتضمد جراحه. وايضا معنا نجلاء نعمان، نجلاء قالت: حقيقه القناه جديره بالتقدير والاحترام. تعتمد في تحرير برامجي على عناصر شابه وعلى الانخراط الفاعل والمتفاعل مع همومي وتطلعات الناس، الاهم من ذلك انها افردت مساحه مقنعه للمراه ضمن كادرها الاعلامي، اني ارحب دون تردد باي دعوه اتلقى للحضور في هذه القناه، واخر حضور لي كان قبل يومين، فقط توخي افساح المجال لاصوات تستحق ان تحضر في هذه القناه من ثوار 2011 الذي توشك الذاكره ان تطوي صفحتهم الى الابد، عبد الناصر السقاف انموذجا. ننتقل الى منشور اخر كتبه الدكتور عبد القادر الجنيد ومن ما قال فيه يتحدث عن قصته مع السجين سابقا المختطف سابقا جمال المعمر يقول انه كتب منشورا حول ما جاء وحدث معه مع جمال ثم اتصل به الزميل اسامه عادل معد في المساء اليمني وقابلتني المذيعه اسيا ثابت رفعان ساعه كامله على قناه بلقيس وكلنا الثلاثة جننا بالعالم على الشيخ جمال المعمري مثال على ما يعجبني في الإعلام من الاستجابة لمعاناة الناس وما يدور بذهن الناس ونجدة ومساعدة لقضايا الناس بعيداً عن التطبيل والضحك على الناس أنا متجمل من قناة بلقيس الفضائية وعيد ميلاد سعيد في عامهم الثالث اما فؤاد عامر فقد كتب ايضا جمله من او انه ردا ربما على احد المنشورات قال اوافقك الخوف فقط من ان تتاثر بالاستقطاب الحاصل اقليميا وتكون طرفا مع احد الاقطاب الاقليميه وحلفائه في الداخل كملحوظه لنا يعني حتى الان نجحت في الاختبار واستطعت ان تحتفظ بمس بمسافه معقوله عن قناعه مشرفها وبقدر ما تحتفظ بهذه المسافه ستبقى ناجحه الشيء الثاني المهم أنه لازم تبني على نجاحها الآن وتؤسس الاستقلال المالي بحيث تتجنب المفاجآت والتقلبات مستقبلا وتحافظ على الأقل على قدر معين من الحضور المستقل ولا ينهار المشروع برمته إذا ذهب التمويل كل سنة وبلقيس وطاقمها بخير ومتألقة ومحافظة على خطها من فؤاد إلى صالح الحقب الذي قال كما كانت بلقيس مصدر اعتزاز للحضارة اليمنية تعود اليوم بلقيس عن طريق صوت يحترم هذه الحضاره ومن يعمل على احيائها على احيائها في الضمير اليمني بلقيس قناه قناه ميزها التنوع وقدرتها على اداره هذا التنوع وفق ما هو انساني ومشترك صوت الفن والحضاره والسياسه اذا الزميل ايضا اسامه المليكي وهو زميل اعلامي, إعلامي. يعني في المهنه بالذكرى منافس. الثالثه نعم في قناة يمن شباب بالطبع بالذكرى الثالثة لانطلاق قناة بلقيس نبارك للزملاء والأصدقاء الأعزاء فيها كنتم خير من أثبت للعالم بأن باستطاعتنا أن نحدث فرقا وأن ما قبل بلقيس ليس كما بعدها ورود وقلوب كثيرات لكم جميعا يا أحبة من أسامة الملكي ننتقل إلى عفاف ثابت التي قالت إن قناة بلقيس اسم على مسمى طاقم متكامل أمرهم شورى بينهم ملكة ملكة, إعلام ملكة, ملكة, ملكة. إعلامية رائدة لم تجرجرها السياسة لمستنقع الانحياز فكانت الكلمة الحقيقية والصورة الصادقة لم تسمح لملوك المال أن يجعلوا أعزة إعلاميها أذلة بالتبعية لهم فنقلت للخارج والداخل كرامة اليمني التي لا تنهار أمام تكالب قوى الشر عليه قناة استمدت قوتها من صدقها وهمة عامليها أرفع القبعة قبعة الاحترام لها لأنني هكذا أرى سماح ردمان قالت قناة بلقيس تحتفي بمرور ثلاثة أعوام على انطلاقها لكل العاملين فيها من الزملاء والزميلات كل عام وأنتم بخير تمنياتنا لكم بالتوفيق الدائم وللقناة المزيد من التقدم والإبداع سماح إذن إلى عبد الرحمن القشاي الذي قال قناة بلقيس يكفي على الأقل أنها ألغت النظرة السابقة حول أداء القنوات سواء القنوات الفضائية الرسمية أو حتى القنوات الفضائية الأهلية والتي كانت تسيطر في اذهان الكثير على انها فقط مصنع لتكرير الاخبار او تداول نفس الوجوه لعقود يكفي انها اتجهت اتجاها اخر وضمت اجود الكوادر والغت الاحتكار الفئوي للوصول الى المشاهد نعم ولدينا أيضا عيبان ياسين يقول اليوم تحتفل قناة بلقيس بالذكرى الثالثة لانطلاقها كنت أحد المصورين لمدة سنتين منذ انطلاقها تعلمت الكثير منها وخاصة في العاصمة صنعاء التي تقع تحت سيطرة الإنقلابين عملت فيها لمدة سنتين متكاملتين وكانت ربما مغامرة كبيرة أن تشتغل مصورا في العاصمة صنعاء ومن حولك جماعة الحوثي صورت أكثر القصص الإنسانية وأكثر التقارير سرا وأحيانا كنت أثناء تغطيتي للأوضاع في العاصمة صنعاء أتعرض للمضايقة من بعض المسلحين الحوثيين وأضطروا أن أكذب بأنني أتبع إحدى القنوات التابعة لهم حتى لا أتعرض للأذى من قبلهم وكان آخر التقارير الذي اشتغلت لهذه المدرسة التي يمكن أن أقول عنها لأنني تعلمت الكثير فيها هو تقرير تشيع جنازات الصحفي محمد العبسي إذا كانت هذه آراء من السوشيال آه ميديا نعم تبقى حول قناة بلقيس نعم كان هناك أيضا تكريم أظن يعني لقناة بلقيس بباقات من الورد وعقود من الفل والياسمين نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لأسرة قناة بلقيس الفضائية بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقها متمنين لكم دوام التألق والتقدم في مسيرتكم الإعلامية لقد أكدت قناة بلقيس الفضائية من خلال مسيرتها الإعلامية الرائدة أنها صوت كل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وكذلك تبني هموم وقضايا الطلاب اليمنيين في الداخل والخارج ضمن خارطة برامج القناة نتمنى لكم الازدهار دائما كان ذلك من اتحاد الطلاب اليمنيين بأورانج أباد في الهند إذا مشاهدينا الكرام ختاما هي الذكرى الثالثة للانطلاقة إذا هي تجديد روح بلقيس المتأصلة في الأرض والإنسان من خلال تغطية الأحداث والانحياز إلى حقوق الضحايا دون التفتيش عن هوياتهم. لكل خبر تغطية ولليمن مساء يمني ولكل حدث زوايا ولكل فكر وسياسة أجندة ولكل قضية بين قوسين ولكل صوت منصة ولكل حق صوت ينادي لست وحدك ولكل ذاكره عدسه ولكل تواصل كيبورد ولليمن اصل الحكايه وفضاء حر يتسع للجميع هي بلقيس صوت اليمنيين واليمنيون صوت بلقيس وعلى ذات الخطى ستمضي بلقيس كما تمضي الطيور اليمنيه الى اعالي الجبال ستمضي بلقيس وحيثما تكون اليمن ستكون حيثما يكون الانسان اليمني وحقوقه وحرياته ستكون حيثما تكون البطاقة اليمنية في الداخل اليمني ستكون وحيثما يكون الجواز اليمني في الخارج ستكون بالقيس انحياز حر وضمير بارز لن تتملق السلطات ولا تخشاها لن تتقرب من الدوائر النافذة ولا تترجاها لا تجيد التبعية الخاطئة ولا التعبئة الخاطئة ولا تتمناها لنمضي مع روح البردوني وهو يقول من ارض بلقيس هذا اللحن والوتر، من جوها هذه الانسام والسحر، لنقول من صوت بلقيس هذا الصوت والخبر، ومن هنا تنطق الاشياء والصور. معكم نبدا خطوتنا الرابعه وفي مثل هذا اليوم من العام القادم سنتحدث عن الخطوه التاليه في الاتجاه الصحيح باذن الله ونجدد العهد بكم ومعكم في امان الله. OK，了可以。